السلام عليكم. الحمد لله، مع انا الاخ ديال وصال مختطفه. الحمد لله احنا فرحانين بهذا يعني بهذا المفاجاه اللي وقعت اليوم، وكن كنوجه هذا النداء للشعب كامل اللي وقف معنا واللي ساندنا من صغيرهم لكبيرهم. والحمد لله الاخت ديالي عيطوا لينا بان داوها المستشفى وداروا لها التحاليل وجابوا لها طبيب نفساني، يعني ما عندها حتى شي حاجه، شي حاله الاغتصاب، شي حاله ديال مثلا الضرب والجرح، يعني حتى شي حاجه ما مقيوصه، ما حتى شي حاجه. والدريه بخير وعلى خير، وهادشي اللي بغينا. الحمد لله، الحمد لله على رسول الله. كيدايره الحاله ديالكم دابا ديال الحمد لله فرحانين، ما قاد انا فرحان محال. الليله نعسوا، نقدروا غدا نديروا شي عرس. كما نقول لك الدريه بحال اللي يلا اول مره تزادت، وكأنا كالأخ ديالها بحال يلا تزاديت، بحال يلا تولدت بهاد الفرحة هادي وبهاد الحمد لله. الحمد لله. وكنوجه نداء للناس اللي عيطوا ليا واللي وقفوا معايا فهاد المحنة هادي، وكنوجه لهم كنقول لهم الشكر، الشكر الجزيل، يعني الحمد لله. الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.